المملكة المغربية كترتبط بجمهورية سيراليون بعلاقات صداقة وأخوة متينة وعلاقات تعاون مثمر تعكس جودة العلاقات التاريخية بين البلدين. العلاقة بين البلدين شهدت في السنوات الأخيرة واحد التطور كبير بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس جوليوس مادا بيو، واللي اليوم صبحات في كل المجالات كتشهد واحد التطور كبير. التبادل التجاري تقريبا تضاعف في السنوات الأخيرة. فتحنا بعثات دبلوماسية مفتوحة اليوم في الرباط، وسيراليون عندها كذلك قنصلية في الداخلة، والمغرب فتح في الشهر الماضي واحد الملحقة دبلوماسية في مدينة فريتاون. عندنا واحد خريطة طريق للتعاون اللي كتعكس طموح جلالة الملك وفخامة الرئيس في التعاون القطاعي، واللي بدات في 2021 وغتسالي في نهاية هذه السنة. وبحال اللي كتذكروا عقدنا في السنة الماضية في الداخلة الدورة الثالثة للجنة المشتركة، واللي أكدت على مجموعة المجالات ديال التعاون، منها التكوين، وكاين تقريبا واحد أكثر من 100 منحة اللي كتعطى سنويا. اتفقنا على أن المجال الفلاحي والأمن الغذائي هي من المجالات الأساسية في تعاون بلدينا، وكان فيها الاتفاق كذلك على أن القطاع الخاص، وكان لمعالي الوزير لقاء مع القطاع الخاص المغربي كيفاش يمكن مشاركته في مواكبة الدينامية الإيجابية للعلاقة. لهذا فالزيارة ديال زميلي وصديقي تيموتي موسى كابا وزير خارجية سيراليون كتجي في هذا الإطار ديال الدينامية الإيجابية. هذه ثاني زيارة كانت يمكن أحدى أولى الزيارات ديال تيموتي منذ تعيينه، وكانت إلى مدينة الرباط، وهذه ثاني زيارة رسمية، واللي دائما كتكون زيارات إيجابية. كانت مناسبة باش نهني مرة أخرى سيراليون ومعالي الوزير على الدور الإيجابي والدور الهام اللي كتقوم به سيراليون داخل مجلس الأمن باعتبارها عضو غير دائم منذ بداية هذه السنة، واللي كتحاول تسمع صوت إفريقيا وصوت الدول الإفريقية من مجموعة من القضايا اللي مطروحة على جدول مجلس الأمن. سيراليون ودبلوماسيتها بقيادة فخامة الرئيس جوليوس مادا بيو كانت دائما واحد دبلوماسية قائمة على المبادئ، قائمة على الوضوح، وقائمة على التشبث والدفاع عن وحدة الدول الترابية وسيادتها الوطنية، وعن إيجاد حلول للقضايا المطروحة. وهذه السنتين اللي غتقضيها سيراليون في مجلس الأمن غتكون كذلك مناسبة، احنا متأكدين بأنها غتكون مناسبة باش سيراليون تبين القوة والهدوء والرزانة ديال الدبلوماسية ديالها كما هي معروفة عليها. كانت مناسبة كذلك باش نجدد الشكر لمعالي الوزير على الموقف الثابت لسيراليون من قضية الصحراء المغربية، وعبرت عليها غير في هذا الشهر هذا يوم 16 في اللقاء في اجتماع مجلس الأمن كموقف ثابت، موقف داعم لوحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية على أقاليمه الجنوبية. سيراليون عندها دور مهم في المبادرات ديال جلالة الملك محمد السادس اللي كتهم منطقة غرب إفريقيا. سيراليون معنية بالمبادرة الملكية حول الفضاء الأطلسي الإفريقي، والشركات في الاجتماعات اللي كان حتى الرباط في السنتين الماضيتين. سيراليون كذلك معنية بأنبوب الغاز نيجيريا المغرب أوروبا، وسيراليون كذلك معنية بالمبادرة الملكية حول
ربط الدول الساحل الإفريقي بمنطقة إفريقيا الأطلسية. وهذه كلها مبادرات ملكية مهيكلة ومهمة، واللي دول غرب إفريقيا ومنها سيراليون عندها دور كبير فيها. العلاقة بين بلدينا كما يريدها جلالة الملك هي قائمة على التضامن، وكان في مجموعة المناسبات المغرب بأشكال مختلفة عبر على هذا التضامن، سواء في الوقت ديال إيبولا ولا في الوقت ديال جائحة كورونا أو أثناء الفيضانات اللي كانت عرفتها سيراليون. كان المغرب دائما حاضر بشكل بناء بشكل إيجابي في إطار تضامن إفريقي، ونفس التضامن كان وجدوه من سيراليون كل ما كانت مصالح المغرب، كل ما كانت الأولويات ديال المغرب مطروحة على الأجندة الإفريقية أو على الأجندة الدولية. اليوم الهدف هو أننا نبرمجوا دورة أخرى للجنة المشتركة، هي أننا نفعل السفارات كقنوات للتواصل ولدعم العلاقة الثنائية، وأننا نطور التعاون القطاعي من خلال دعم الزيارات بين الوزراء القطاعيين في البلدين. إذن في الأجندة، أجندة العلاقة المغربية بسيراليون هي أجندة جد إيجابية، هي أجندة كتطور، هي أجندة قائمة على التضامن، على المنفعة المتبادلة، على رابح، وعلى الرغبة في أنها تكون نموذج لعلاقات بين دولتين إفريقيتين قائمة على الاحترام المتبادل وقائمة على خدمة مصالح الشعبين وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس جوليوس مادا بيو. مرة أخرى معالي الوزير مرحبا بك، ونتمنى أن الزيارة كذلك نبنيه عليها لتطوير العلاقات وفق. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.